غاغا. والله انها غاغا ذي في اليمن غاغا غاغا ومفراغا غاغا. والقتل عادي من قتل يقتل عادي. والباب مفتوح من دخل يدخل يدخل. وابو ابو من شل قال وشل وابو ابو من شل قال وشل والشعب جاوع مالقي ياكل غاغا 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 غاغا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سنتكلم اليوم عن ايش؟ عن وحدة الأمة. وحدة الأمة، انا استغرب ليش هذا الحدود التي بين الدول، يعني الانسان اذا وش يسافر لاي دولة تلقى الجنود وتلقى ليش ما تقع وحدة كاملة؟ ليش ما تقع وحدة إيمانية؟ ليش ما تقع أمة إسلامية عربية؟ قال كل واحد بيقول أنا من فلان، أنا من اليمن، أنا من السعودية، أنا ليش هذا الهوية الزائفة، الهوية العربية الزائفة؟ المفروض كلنا العرب والمسلمين تقع لنا هوية واحدة، هوية إيمانية بحتة، هوية لا تعرف الحدود ولا تعرف الفوارق ولا تعرف العنصرية ولا تعرف الطائفية، تعرف الله ورسوله وآل بيته، ما تعرف غيرهم، هؤلاء هم قدوتنا وهؤلاء. هذا المفروض. ده الحين يجي لك واحد، احنا مثلا في اليمن، يجي لك واحد يقول لك انا، ويفتخر لك بمه، يفتخر لك نحن الحميريين ونحن مدري ايش وجدتي كان وجدتي كانت، يفتخر لك بمن؟ بالكفار. بالكفار. المفروض يا بني حار انك تفتخر بآل البيت، بآل البيت. اما يعني ايش المعنى؟ المعنى الذي اشتي اوصل انا وياكم له، وهو الهوية الإيمانية، إنه الله سبحانه وتعالى يجب على خلانا سواسية، كلنا سواسية، كل ما بيش واحد اسمه يمني سعودي مصري، ليش؟ المفروض كلنا نكون تحت راية واحدة، راية آل البيت، وكلنا تكون هويتنا واحدة، الهوية الإيمانية. ما بيش حاجة اسمها هذا أي واحد يعتبر. هذا المفروض. أما أنك جيت تقول لي وبعضهم يجي يفتخر لك ودي ذولك الثلاثة الذي في مأرب، الثلاثة الذي تعبدونهن، يعني في مأرب يوصلوا يعبدوا هؤلاء الثلاثة الحاجة، يعبدوا الشمس، يعبدوا المعاب. المفروض هذا نحطمها ولا نبقي أي أثر. الأصنام هذه بيفتخر اليمنيين بها، إحنا جدنا وإحنا جدتي. المفروض تفتخر إن إحنا، تفتخر بآل البيت إن إحنا وصلنا لعندك، هذا هو الافتخار. تفتخر لي بالكفار ليش؟ تفتخر بالكفار ليش؟ معنا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف انتو يا سيدي وعيني؟ اهلا وسهلا. انتو بخيري؟ نعم. بس بحب اتوضح لكم حاجة. اتفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، المهم يقول الإيمان يماني والإيمان يماني. اها، وهذا ذي اشتي اقول لك، انا اشتي اوصلك لمرحلة معينة. أيوة، يعني اسمع يا حر، اسمعني انا ذي بنتحاك، انا سيدك وعينك. اسمع، انا اللي اتصل. طيب اسمع، ولا انا شقفل في وجهك. خلاص تمام، يلا. الايمان يماني، وانا ايش بنقول؟ الهويه الايمانيه. ايش قلت انا؟ المفروض انت، الرسول ما قصدش، الرسول قال الايمان يماني، يعني جعل الايمان شعب من شعب اهل اليمن والحكمه، وانت تجي تقول لي الهويه ايش من هويه وايش من طريق؟ من اللي اديتوا لنا هذه الافكار الزائفه؟ والله ان انتم سم قاتل على هذا الشعب، وسم قاتل على فكرنا وعلى عقيدتنا وعلى حضارتنا وعلى ثقافتنا. انتم جيتوا تدربشوا كل شيء. الله لا، خلاص اسمع هذا وجهة نظر. ايش من وجهة نظر؟ هذا عقيدة تربينا عليها ابا عن جد. انا اقول لك، انا اقول لك الايمان يماني، يعني الايمان، الهوية الايمانية، انه ما بيش حاجة اسمها سوري، ما بيش حاجة اسمها لبناني، ما بيش حاجة، ما دام انت في طاعة الله وطاعة آل البيت فأنت تعتبر من هوية إيمانية، هذا أفضل شيء. نعم. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول لك جاء واحد سوري شال أرضيتي. سوري؟ سوري. كيف سوري وانت؟ أنت وين أنت، في سوريا ولا فين؟ أنا باليمن. وكيف أجي سوري إلى اليمن؟ ما دراني أنا كيف أجي شول أرضيتي وهو سوري خارج البلاد، من خارج البلاد. ها، يعني قد معها الإقامة، قد معها بطاقة يمنية. معه بطاقة ولا ما معه؟ خلاص. ها؟ معه ولا ما معه؟ أنا كيف أجي شو الحقي؟
يا اخي انت ذحين معترض على انه سوري ولا معترض انه يشل حقك؟ انا معترض انه سوري وجاي يشل حقي الارضيه حتى لا معه بطاقه يمني ما يحقلوش. اولا سوري ولا يمني، اليمن قدي خلاص ما دام بيحكمها آل البيت، ما عبش حاجه اسمها سوري ولبناني وصومالي، خلاص كلنا شيء واحد، لبناني سوري عراقي يمني شيء واحد، هويه يمنيه. ما دام انت جيت تقاتل وتناصر آل البيت ومع عبد الملك الحوثي خلاص انت تعتبر يمني. واريد ان انوه ملاحظه ان السوريين ولا والايرانيين وكلهم اغلبهم من آل البيت، وآل البيت ما بيش لهم حدود. آل البيت في اي منطقه يكون ما بيش له حاجه اسمها انه هذا آل البيت ولا هذا. اذا كان في اليمن فهو يمني، اذا كان في السعوديه فهو سعودي، لانه من آل البيت. من آل البيت ما بيش حاجه اسمها تشتي لها ليش بزل الارضيه ولا شيء بزل. وحتى اذا ما كانش من آل البيت ما دام جاء من اجل سيدي عبد الملك فهو يعتبر يمني. اقول لك اجنبي 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 يا شيخ، اجنبي شو الارضيه انا بنقول لك الهويه الايمانيه، انها هويه ايمانيه سوا سوا. انت كلامكم يقول ان احنا يمنيين شنسد بيننا البين. اليوم دخلتموا لنا الاجانب لبيوتنا كيف؟ هذا الاجنبي اذا انت بتتحاكى عليها السوري والايراني والهذا، هذا جاي دافع عن عرضك. كيف يحمي عرضي؟ يحمي عرضك من العدوان من السعودية من ال كيف يحمي عرضي وعذبته؟ انتهك عرضي يا شيخ، اتقي الله في روحك والله لا اقتله. كيف ينتهك عرضك؟ كيف ينتهك عرضك؟ شال عرضيتي ودخل لها داخل بيتي. هذه ولا شال عرضيتك حبكات. كيف؟ والله لا يكون جده من كان، اننا لا اذبحه. ما بتذبحه والله لا، قلت لك احنا كلنا ان هذا السوري الذي دخل يقاتل مع عبد انه افضل من اليمنيين كامل. وهذا كذب لقفك انه افضل مننا، احنا اليمنيين افضل منكم. والله ما انت ما يا سرق يا طرق يا مجرمين يا متهبشين. خير 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 خرق خير خير هذاك روح عنا من عينك. هذا العنصري هذا حقكم اذا توصلنا ان عندما تقول السوري اليمن لا 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 ايش من عنصري؟ اسمع ها انا ايش تقول لك انه ما عاد فيش حاجه اسمها هذا خلاص. احنا يا اخي معانا نظام وقانون ودستور، واحنا يمنيين معانا نظام ينظمنا وقانون يمشينا، كيف تدوا لسوري بطاقه وتدوا له جواز على انه يمني ويجي شو الارضي؟ ما عاد ما عاد ما عاد فيش حاجه اسمها سوري. ما الله يا بنك والله شكلك يا اخي والله لا يدعسك يا مخرج حرام ما حيك. صح يا اخي اليوم يوم اخر يوم انا اموت عن ارضي وعرضي. خلاص خلاص قفل يا قال قفلوا عراق ومع هذا العنصريه وهذا الحقد الذي في اليمنيين، الحقد الذي فيهم على اخوانهم الذي جاءوا يدافعوا عن ارضهم الايرانيين والسوريين واللبنانيين، هذا هو الحقد. يعني واحد جاء بز ارضيتك، انت شوف اجدادكم كانوا يقسموا البيت نصين وكانوا يدوا نسوانهم لا تزيدوا فيها. تفضل معنا اتصال. السلام عليكم. السلام يا اخي. ما معنى الهويه الايمانيه؟ الهويه الايمانيه هي مشروع ثقافي مثقف مطور، مشروع ناجح ان شاء الله. هو بعض التعليمات او بعض التفاصيل في الحياه يجب ان تكون يعني مثل المظهر، مثل الاسم، مثل الحياة اليومية، مثل اللبس، يعني حاجة حلوة توحد الناس، توحد الناس وتخليهم يعني بدل ما هذا يعني يقول لك أنا كذا وأنا كذا، تخليكم كلكم نفس الشيء، نفس حاجة واحدة، اللبس واحد، فكر واحد، حاجة حلوة والله. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا سيدي هي ليست الهوية الإيمانية وليس لها علاقة بالإيمان ولا باليمن ولا باليمنيين ولا بالعرب، هي الهوية الإيرانية، اللبس الإيراني، الصرخة الإيرانية، الشعارات الإيرانية، طريقة الحكم الإيرانية، نسخ لصق من التجربة الخمينية الإيرانية، كل شيء في إيران نقلتموه إلى اليمن. طيب. أنتم تغشون طريقة الحكم وتقولون الهوية الإيمانية، تريدون أن تتخلصون من ثقافة هذا الشعب وحضارة هذا الشعب بهوية جديدة حضارة مغايرة تماما للهوية. ثقافة ايش وحضارة ايش؟ تقول حضارة تمتد لآلاف السنين. حضارة ثقافات كفر. وحضارات حضارة كافرة كفر ومذاهب وهوية لليمنيين كفر.
كافر حضاره كافره اشفى يعني تجي تتكلم لي انه كنت وانتو يعني كفر حضاره كافره. المجوسيه هي الكافره، اما اليمنيين رحبوا بجميع الاديان واعتنقوا جميع الاديان وكانوا اول الناس سباقين للاسلام وامنوا برساله، في حين ان الهاشميه معذره منك كانوا اخر من اسلم. ما المهم اول من كفر، ما يهمني ايش التاريخ، انا في اليوم انت لازم اليوم انت جيت بطريقه غلط، أنت جيت انقلابي، جيت لتغير عقيدتي وهويتي. أما بالنسبة للهوية أنت دخيل، أنت طارئ، أنت يعني إيش اللي ما عجبكش؟ الشعار ما عجبكش، اللون الأخضر إيش ما عجبكش؟ الحكم لم يعجب أحد، وأنت ترى كل المتصلين ضدك من أول حلقة إلى آخر. إحنا ديمقراطية، كل الناس يرفضونك ويرفضون ثقافتك. ديمقراطية وإحنا مش ديمقراطية يعني. أنت تقمع كل الناس. أنا لست ديمقراطية. أنت تقمع كل المذاهب. أنا لست ديمقراطية. المذهب الشافعي كان قبلكم، الزيدية كانت قبلكم، وأنتم جئتم بهذه الطريقة الإيرانية ولغيتم كل المذاهب. الهوية الإيمانية. الهوية الإيمانية. الهوية الإيمانية هي الصح، وأنت يجب عليك أن تتبعها. والله هويتنا هي الصح. الهوية الإيمانية. الأصح. أنت طارئ. أنت متورد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وأقول وسلام. لا شيء وسترحل قريب. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام. تعقيبا على كلام الأخ هذا الذي قرش جلدك، تمام؟ أنت عارف ليش تريدوا تبديل الهوية اليمانية بالهوية الإيمانية؟ لأنكم تغارون من تاريخ اليمن الذي عمره بعمر الأرض، وتريدوا أن تستبدلوا تاريخ قريش الذي عمره 1400 سنة. أنتم تغارون من اليمن. اسمع اسمع اسمع، أنتوا بتدوا لكم كلام تافه. احنا من آل البيت. نعم، ترفضون انتسابكم لليمن ولذلك تغارون من الهوية اليمانية. ونصل إلى نهاية هذه الحلقة وهي كانت بعنوان الهوية اليمانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. كيف حالك؟ اهلا بالبطل. اهلا 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 وسهلا. اهلا بالبطل. تحيه. كيف انتم؟ حياك. كيف حالك؟ بخيرين والله بخير. كيف الجبهات، كيف احوالكم؟ الحمد لله كل الجبهات سابره والناس ملان والمعنوي فل لها الحمد لله. هو ذا ابن عدنان وابن احمد عندك في الجبهه؟ ما عادوا في الجبهه، مدري انهم ما لهم ما ابي جوش. انا ابني خليته يشتغل معي، ما ابوش جبهه ولا ابو حرب ولا شيء، الدنيا هدنه. كيف ما فيش جبهه؟ ما فيش هدنه قصده هدنه. هدنه كيف ما فيش جبهه؟ ما فيش لا رواتب ولا معاهم معاشات ولا معاهم حاجه، بدل ما يتعب نفسه ابني اجلسه جنبي. لا يا حبيبي، يعني ابنك بيطلع الجبهه على سبيل المرتاب؟ يعني لا، انا قلت بدل ما يجلس فارغ بالجبهه اخلوه معي. حبيبي احنا ما بنحاربش علشان مرتبات ولا علشان دعم ولا، احنا بنحارب علشان كرامتنا وعلشان شرفنا وعرضنا، مش علشان المرتبات. انت اللي النيه كذا. الناس كلهم الجبهه ما نطلع بسركم يا رجال. شوف القيادات اللي اعذرني وعلى من انا اكون صريح معك، القيادات هذه كلها يا اخي اقول لك على من تحارب انت. تحارب على علي محسن، تحارب على علي عبد المدير وعبد ربه. حبيبي قد غيرنا علي محسن وغيرنا عبد ربه، مالك سلامات سلك بالله. عادك جالس مكانك عند علي محسن وعند عبد ربه، ولا تحاربوا على من؟ على المجلس الرئاسي؟ تتعبون فيكم على السعوديه مثلا؟ على السعوديه سلامات. ما دخلكم تتعبون فيكم؟ خلي الناس، خلي عبس يركب دباس، ما لكش دخل. بابا انا جالس انا وياكم يوميا. ايوه هو احنا نتناقش بس. ما في حاجه. في شيء ولا شيء؟ حلوه الصراحه. احنا ندافع على الوطن، هؤلاء يدافعوا على الوطن، واحنا كتجار يجب ان احنا ندعمهم. ادعم هذا ادعم هذا، إذا كانت الدولة مقصرة في شيء فإحنا التجار نغطي. هذا اللي بيدافع عني وعنك وعنه وعنه، ولا وش نقد الحوثي أنا عندي؟ ليش يتعب نفسه يدافع عني؟ أنا شدافع على نفسي. كيف تدافع عن نفسك؟ أنا شدافع على نفسي. الله العموم يا عزي، أنا ما برد لك منهم، أنا جيت أشتكي. أنا فاهم فاهم، ما يحتاج. يا حبيب فاهم، ظروفك صعبة. أيوة ما فيش مرتبات، ما فيش حاجة، أخروا هذا المرور سهل، ما في مشكلة. أتكلمهم كلمتين. شوف اسمعوا أنتوا، أنا أشتغل أوصل لكم هذا النقطة على ما تفهموها. أي أفضل؟ صح إن إحنا بدون رواتب بدون كرامية بدون دعم، لكن أي أفضل إن إحنا نجلس هكذا بدون مرتبات إلا يدخل الحوثي
يكسر شرفنا ويهن كرامتنا ويدخل لا بيوتنا ويدخل لا داخل البيت لا تستبيح اعراضنا اي افضل يا اخي حتى لو دخل الحوثي احنا حاجه يعني بالاخير احنا مو خلاص خلاص في وطن واحد وبالاخير حسين استاذنك الامر هو ترى يزود امنا كان عمنا الله معك انا استاذنك خاطرك الله معك الو لا تتشددوش التحريات يا استودعك يا استاذ الله يرضى عليك حد يخرج والله لحظة انا جالس انا وياكم من ذيك اليوم وتجي تجي تضبط الناس لا لا احنا مش بالتوجيه المعنوي عشان تضبط الناس انت التوجيه التضبيطي الان يا اخي احنا نتكلم بيننا بين ما ليش هذا بيدافع عن عرضي وعن عرضك كيف عالدافع يا استاذ محمد يعني من هيسمعنا غيرك احنا بيننا احنا وياك احنا بنتكلم كلام عادي هذا هو هذا واجبي انا واجبي كوطني ان اذا فهم مثلكم ابلغ بالله بيتك هذا بلاد بعدين احنا عندك وضيوفك والله لو انت في غرفه النوم حقي احنا ضيوفك ضيوفك والله لو انت في غرفه النوم بعدين انا الله يلعن الحوثي الله يلعن الحوثي استاذنك والله ما في خطوه جلس جلس خليني احاكي الرجال انت الحين بتصرف فلوسك على السارح والراجع تعذب نفسك خلاص قول شو يا استاذ احنا والله ان احنا ضد الحوثي بس يعني لا ملاحظ من حقكم الكلام ايوه انا قصدي انه ما كان قصدنا هكذا والله والله ما قصدنا انه يا استاذ وين عجبك في الباب يلا 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 يا استاذ محمد انت طيب تسخابنا احنا اصحابك اصحابكم انتوا ذي سخيتوا بنا انتوا ذي سخيتوا بنا هذا بيدافع عن شرفك عن عرضك عن وانت تقول من دخل تزوجوا منا قد وعمنا وش حيقوا على راح كلام مجالس كلام مجالس يلا 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 وانا جالس معاكم من ذيك اليوم التاجر فلان والتاجر زعلان اسمع تواصل بالقيادة صح؟ لا إلا بتواصل معهم ولا بنتواصل بمخلوق إلا بتتواصل معهم وإحنا مخترقين تلفوناتهم والاتصالات بيدينا ولا نسيت من خرجك اتصلنا لك برقامهم نسيت خرجناك للخارج قلنا لك تعال الاتصالات بيدينا ما معك لا تعترف يعني أنتوا اللي بتصلوا به؟ نعم إحنا اللي بنتصل برقامهم أرقام المسؤولين ومن عزيز أيوة وغيره أيوة أيوة وتقولوا تعالى سقط ايوه ايوه بنخرجكم من خارج المجمع اللي عندنا نسيتوا ان الاتصالات معانا ما معك لا تعترف يعني دارين بكل شيء كاذرين في كل معاملتكم اسمعني شوف ما معك لا تعترف اعترف بايش تعترف كم دعمت في الجبهات تعترف من هم القيادة اللي بتواصل انت وياهم تعترف اين الابطال حقنا الذي في سجون ابطال هولك المجرمين ابطالوا على عينك ابطالوا على عينك اينهم سريع من هم؟ الأبطال حقنا في أي سجن؟ أي أبطال؟ أبطالنا أنصار في الله في الشعاب الكلاب يأكلهم كذاب دقنك كذاب دقنك قسما بالله أنهم أبطال وعلى عيونك والله ما أبطال يبيع بلده علشان إيران وعلشان ناس جوا من قريش يقولون يقولون قسما بالله أنهم أبطال وعلى عيونك والله والله ما هم أبطال أنهم عيال كلب والله ما ابن كلب لا أتعبني هذا يعني ما تعترف صح؟ أعترف بإيش؟ تعترف أنك بتقاتل أهل البيت وبتقاتل أنصار الله واقف ضدنا وأنك بتقاتل مع الدواعش سريع وبعد هالشي أسأل سؤال أنت تاجر أنت بتقول تاجر أنت بتقول تاجر أنت تاجر وما دخل أمك بالحرب ما دخلك كبير سن المفروض خلاص بسر تجارتك وبسر أعمالك ما دخلك في الحرب أنت هذا بلادي وبان قاتل عليها الشجر والحجر بان قاتل على بلادنا والله لن نخافكم ولن نهابكم لو تقتلني لا مشبع والله لو معي ألف روح لرجع وقاتلكم والله أنا نادم الحمد لله يا سلام أنت داري علش نادم علش إننا ما دعمتش الجبهة بكل مالي ما دعمتهم شي قاتلوكم هذا بلادي بلادي والله لا قاتل ولو ما حد الا كذع لو انا برأسي بس ناني والله لا اقولكم والله اعترف اعترف عين وزير الدفاع عين المسؤولين عين القيادة كم بتدعم في الجبهة والله لا دعم ولا انا داري ولا اش اعترف بكلمة والله قاتل بندقات قسما بالله ما اعترفت الان اعترف ولا لا اعترف اقتل اقتل اعترف ولا لا اذا قتلتني كم عتقتل تقتلني فداء الوطن لي فخر لي شرف ان انا شاموت على ايديكم فخر فخر وبعدين ايش تعرف كنت
اقتل اقتل. وبعدين ايش تعرف؟ اقتل. ايش بالدولة الشرعية؟ لا رواتب ولا عملة سواء ولا جن ولا إجارة غالية، ما بالدولك. ايش بي ايش بياكلوكم ايش بيحبوكم لو انتم هكذا؟ هذا بلادي بلادي بلادي. اشتي انا ذي الهانة ماشي ذي تديلي بلادي. انت داري لو اقتلك عاد اريحك. امسك عذب ابو هذا ابن الكلب، عذبه ولا تدي له مه ولا اكل ولا حاجه، خليها انا مثل الكلب تمام وعينك. خطانا واتفقنا أن نواجه من غزانا. يا بلادي نحن وحدنا خطانا واتفقنا أن نواجه من غزانا. وعدنا للحياة العنف وانا ولأجل الشعب أطلقنا العنان. الشعب أطلقنا العنانة ثم حثينا المسير نحو تحقيق المصير بالقيادة والمشير والأشيكاء العرب شعبا وقادا والأشيكاء العرب شعبا وقادا. اجتمعنا اليوم في مجلس.
حر في اليمن كل عاشق للوطن كل حر في اليمن كل عاشق للوطن يرفض أصحاب الفتن ويناضل لأجل تحقيق الإرادة ويناضل لأجل تحقيق الإرادة يا بلاد تحدينا المنايا بأمانك وجودنا بالضحايا يا بلادي كم تحدينا المنايا بأمانك وجودنا بالضحايا ولإسعادك أخلصنا النوايا لتعيشي حرة بين البرايا ولإسعادك أخلصنا النوايا لتعيشي حرة بين البرايا وسنبقى أوفياء لدماء الشهداء وسنمضي للفداء ننزع الطاغوت ونعيد السعادة ننزع الطاغوت ونعيد السعادة يا بلادي أنت دوما في الريادة يا بلادي كل أبلاؤك فوق الأرض سادة يا بلادي يا بلادي أنت دوما في الريادة يا بلادي كل أبلاؤك فوق الأرض سادة يا بلادي تسقط الكهنوت هيهات الإعادة لا إله إلا الله ما عد بكوا لنا شيء لا حول ولا قوة إلا بالله نظام يمشي ولا قانون العدل ضايع والقضاء معجون لا عد نظام يمشي ولا قانون ايوه ايوه والعدل ضايع والقضاء معجون ايوه والامن ما بيشكي لشي من دون كله بفضل الحوثي المجنون مبنى بلا طلاب بدون حارس لا علم لا تعليم قد المدارس مبنى بلا طلاب بدون حارس والطفل ذي عاده بصف خامس والطفل ذي عاده بصف خامس يده في الجبهات والمدارس غاغا والله انها غاغا ذي في اليمن غاغا والقتل عادي من قتل
يقتل عادي. والباب مفتوح من دخل يدخل, يدخل. وابو ابو من شل قال وشل, وابو ابو من شل قال وشل, والشعب جاوع ما لقي ياكل. غاغا 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 غاغا